الترند ما سابوش الفترة اللي فاتت خالص عن شائعة انفصاله عن زوجته، رغم ان هو ما كانش قبل كده بيظهر للشائعات، ولكن الفترة اللي فاتت كانت الشائعات على نفس الخط في نفس الموضوع. ورغم ان هو لا بيعلن انفصال ولا بينفي خبر، بس الخبر بيظهر وبيختفي لوحده كده، قليل قوي لما بينفي بطريقة غير مباشرة. هو اصلا مكلف الظهور للاضواء، بخلاف حفلاته طبعا. هو الفنان تامر حسني، اكيد عرفتوا كم الشائعات اللي انتشرت عليه الفتره اللي فاتت. يا ترى ايه الجديد في انفصاله؟ هل كان في حب تاني هو السبب في الشائعات دي؟ وايه علاقته بجليله المغربيه؟ تعالوا نعرف التفاصيل مع بعض. الفنان تامر حسني بيخلص من ترند بيدخل في ترند تاني، ورغم ان شائعه انفصاله عن بسمه بوسيل ما كانتش حقيقيه، بس شبح ترند بيلحقه على طول. بمجرد ما بسمه لقت المتابعه وحذفت صورهم من على الانستجرام، مش بس كده، لكن كمان هي نشرت ستوري وكتبت فيها زهقت من الخيانة والكذب وعديت كتير ولكن مسحتها بسرعة. وعلشان تامر حسني يقطع عرق ويسيح دمه، نشر صورة ليه هو وزوجته بسمة بوسيل بيهنيها على افتتاح شركتها الجديدة، وبكده بطريقة غير مباشرة نفى تامر حسني حقيقة انفصالهم. دورنا كده ورا الخيانة دي، وهل فعلا تامر حسني كان بيخون بسمة بوسيل ولا لأ؟ لكن ظهرت كده فجأة وبقت الترند اليومين اللي فاتوا جليلة المغربية. جليلة كانت حبيبة تامر حسني قبل جوازه من بسمة بوسيل سنة 2018، ولكنه سابها واتجوز بسمة. مش بس كده، جليلة بتكون صديقة بسمة بوسيل، وبكل شماتة نشرت صورة على الانستجرام وعلقت عليها مبروك الطلاق. بكده وبكل التصرفات دي اتأكد الجمهور انها السبب في الشائعات اللي ظهرت للفنان تامر حسني والفنانة بسمة بوسيل، وده بعد ما اعلنت قبل كده خبر خطوبتها على انغام عمر ابتدى لتامر حسني. ولكن هي ما اعلنتش عن هوية العريس مين، فالجمهور مشكور خمن ان هو ممكن يكون تامر حسني، خاصة انها اكدت بعد كده في حوارها لبرنامج اي تي بالعربي انها رجعت لتامر حسني، ولكن ما اكدتش او نفت ارتباطهم. الانفصال للفنان تامر حسني او الفنانة بسمة بوسيل ما كانش رسمي، لكن في مشاكل كتير بينهم من سنة ونص خلتهم ينفصلوا كل واحد في مكان بعيد عن التاني، وده اللي كشفته جليلة وصديقتها حمودي حسين. الانفصال للفنان تامر حسني وبسمة بوسيل ما كانش رسمي، لكن كان في مشاكل كتير بينهم من سنة ونص خلتهم ينفصلوا كل واحد في مكان بعيد عن التاني، وده اللي كشفته جليلة وصديقها حمودي حسين. اكد حمودي ان تامر حسني حاول كتير يرجع لجليلة، وانه لسه بيحبها، وان علاقته ببسمة زي المسرحية. مش بس كده، قال كمان انه طلب منه يساعده ان هو يقابلها ويقعد معها من غير ما يعرفها بده. اما بقى جليلة بعد ما قعدت مع تامر وخدت وقدت في الكلام، قررت انها ترجع لحب حياتها زي ما قالت كده، وطلبت من الناس تسيبها في حالها، وانها ملهاش دخل بانفصال تامر وبسمة ولا المشاكل اللي بينهم. كمان ردت على حقيقة ارتباطها وجوازها من تامر حسني، وقالت ان حب حياتها والمتابعين اذكياء وعارفين مين الظالم ومين المظلوم ومين اللي اتأذى في القصة دي كلها، وانها اعلنت السلام لبسمة بوسيل، ولكن بسمة رفضت، وهيجي اليوم وتعرف ان الدنيا زائلة والموضوع انتهى.